يسعد لي صباحكم، يسعد لي مساكم، يا رب اماني شوفوا لي على الفطاير او انتو شفتوا الرغيف، ما بعرف يعني بس كتير بشهي. واول شيء قبل ما انا ابدا طبعا بالوصف وكيف عملته، انا بشكر هالبنوتة كتير كتير، وحبيبتي انا كتير بحبك انا وولادي، ونورتي عيلتي الصغيرة. المهم انا دفيت كاسة ونص من المي، وضفت عليهم نص كاسة من اللبن مثل ما هن شايفين بالفيديو، خلطتهم شوي، وبعدين ضفت عليهم زرف خميرة وثلاث معالق سكر مع نص معلقة ملح ورشة محلب. طبعا المحلب ما بستغني عنه، كتير بيعطي ريحة وطعمة للفطاير، وأقل من نص كاسة زيت، يعني أقل من نص. المهم بعد ما خلطتهم منيح بلشت هون أضيف الطحين. طبعا أنا أول شي ضفت 3 كاسات، هاي العجينة أكلت معي 4 كاسات يعني على أكيد، لأني نحن مثل ما قلنا إنه هو الطحين بتحكم بكمية السوائل، وبما إنه ضفنا يعني كمان لبن لهيك أكلت معي 4 كاسات. طبعا انا اول شيء عجنت 3 كاسات، وهون بلشت الكاسه الرابعه اضيفها بالتدريج، يعني ما لازم انه احطها فرد دفعه، لا بس اكلت العجينه معي 4 كاسات. هون بعد ما صارت عندي العجينه طريه وهيك والمقلوبه، العجينه المقلوبه، ضفت عليها معلقه زبده، طبعا هي اختياري. هون فرجيتكم قبل شيء انه راح تلزق بعد معلقه الزبده، بس يعني ما تخافي منه. عجنية شغلت 5 6 دقايق بترجع مثل ما شفنا بالفيديو طريه وبتشهي. يعني هون دهنت الطشط شوي زيت حتى ما تلزق، وراح خليها تخمر نص ساعه. هون بعد ما ضاعف حجمها راح افرغ منها الهواء مثل ما انا شايفين بالفيديو، وبعدين جبت صينيه فيها ورقه زبده ومديتها بهالشكل، هي يعني مثل الرغيف او فطاير هيك فرشقفه ما بعرف، بس كان يعني عندي الوقت كتير ضيق، بدي الحقها قبل ما بناتي يروحوا على المركز. هون هيك شكلت هيك، يعني ما خطر على بالي بما انه مستعجله، ما خطر على بالي غير هالتشكيل، بس بالاخير والله طلع حلو. المهم شكلت هيك مثل ما شفنا، يعني انت فيكي تشكليه مثل ما بدك، فيكي تعمليه اكثر من قطعه. المهم انا شكلتها بهالشكل هذا، وبعدين دهنت وشها، كان عندي بيضه حطيت عليه نص معلقه خل وخلطتها كتير منيح، وهون دهنت الوش، وبعدين رشيته حبه بركه وشويه سمسم، رح خليها ترتاح شغلة ربع ساعة يعني حتى يتضاعف شوي حجمها. هالمرة ما خليتها كتير، يعني أنا بالعادة بخلي العجينة ترتاح أكتر من نص ساعة بعد التشكيل. المهم من بعد هون ما خليتها ترتاح شغلة ربع ساعة، دخلت الفرن لمدة كمان 20 دقيقة، بما إنه أنا فرني كتير يعني محبول وفوت بالحيط وكتير حامي، يعني أكلت معي 20 دقيقة بس مع المراقبة طبعا. هذا الشكل النهائي أماني والله العظيم طلع كتير يعني قلبه مثل القطن وكتير بتشهي. هون لسه أنا جيت يعني غطيت أول شيء إنه بالي خليها ترتاح، بس ولادي نق ما خلوني. المهم هي شغلت بعد 5 دقايق، كتير كانت سخنة، وانت فرجيكم قلبه كتير طري، يعني طلع قلبه مثل القطن، بس هون كان عم يعني كتير سخنة ما عم بحسن أشيله. أماني شوفوا لي على هالمنظر، يعني جد طلع قلبه مثل القطن وطعمته كتير بتشهي. وإن شاء الله صحتين وهنا يا رب، وإذا جربتوه وإن شاء الله جربوه وراح تعجبكم بإذن الله تعالى. مع السلامة.